لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، لكن تحديدا دلوقتي هناخدها من خلال السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه في ترند الاهلي قالوا ايه. نبتدي بالحساب الرسمي لموقع في الجول على فيسبوك، واللي بيتكلم قبل التوقف الدولي نستعرض لكم ابرز ارقام وحصاد الدوري حتى الان. احنا امبارح كنا اتكلمنا مع حضراتكم في اقوى خط دفاع، وكان الاهلي والزمالك هم اقوى خط دفاع في الدوري حتى الان، او عفوا اقوى خط هجوم تحديدا، ده اللي اتكلمنا فيه امبارح، واحرزوا الفرقتين 23 هدف. لكن المره دي احنا بنتكلم على اقوى خط دفاع، والنادي الاهلي هو المتصدر في الجوله او في الاحصائيه دي تحديدا، تلقت شباكه 5 اهداف فقط في 11 مباراه، لكن الزمالك تاني اقوى خط دفاع استقبل 6 اهداف في 14 مباراه. ان شاء الله الاهلي، طبعا الارقام دي بتبقى مهمه جدا وتدل على مدى قوه فريقك، لكن خليني اقول لحضراتكم ان دايما بيكون الاهم الناتج اللي مع نهايه الموسم انك تفوز بالبطوله. الارقام بتكون مقياس او بتكون مؤشر، لكن دايما انت بتنتظر اللقب وده امر مهم. خلينا نروح لحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر، واللي بيتكلموا على ان الاهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الاجراءات الاحترازيه خلال الاجازه، وده امر طبعا مطلوب جدا من لاعبي النادي الاهلي وامر مفروغ منه، والالتزام اكيد موجود بشكل تام عند لاعبي الفريق تحسبا طبعا للتعرض للاصابه بفيروس كورونا، بعد الشر عن اي حد، كمان بخلاف لعيبه النادي الاهلي عن اي حد يعني من افراد جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي، يعني ربنا يسلم الجميع. لكن في كل الاحوال المهم قوي ان يبقى في التزام فعلا، واكيد في تواصل دائم ما بين اعضاء الجهاز الفني والاداري بالنادي الاهلي مع اللاعبين حتى في فتره الاجازه اللي هتنتهي بكره باذن الله، والفريق يتدرب بعد غد يوم الثلاثاء. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر في ترند الاهلي، وهو خبر مهم بصراحه لان الكلام كتير في الجزئيه دي. الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك وبيتكلموا على ان خطيب ولجنه التخطيط يدعمان بقاء بواليا في الاهلي، يحتاج للثقه. طيب بواليا هل لعيب عنده قدرات ولا ما عندوش؟ عنده طبعا قدرات ما شاء الله لا قوه الا بالله، قدرات بدنيه فنيه ممتازه جدا، يفتقد للثقه نوعا ما، بيفتقد للثقه وعدم التوفيق بحالفه، او ما فيش اي توفيق بحالفه خلال مبارياته مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. هل الامر ده يعني حصل مع بواليا بس؟ لا، حصل مع عدد كبير من اللاعبين، ابرزهم والمثال الابرز اللي احنا دايما بنتكلم فيه هو فلافيو، اللي قعد سنه ما جابش غير جون واحد بس وبالصدفه في مباراه غزل المحله على ما اتذكر، وبعديها من خلال ثقه الجهاز الفني فيه بقى احد ابرز اللاعبين، ان لم يكن ابرزهم في تاريخ النادي الاهلي، اللاعبين الاجانب تحديدا يعني كمهاجم كمان كان فذ جدا يعني. لكن بواليا مفيش اي كلام على رحيله يا جماعه، بالمناسبه بواليا موجود وله كل الدعم والثقه لحد باذن الله ما يقدر يحرز اهداف ويقدر يقنع جمهور النادي الاهلي بقدراته، في قناعه بقدراته طبعا، لكن دايما جمهور النادي الاهلي بينتظر الاهداف من المهاجم، لكن ايضا بيبقى ليه ادوار اخرى مختلفه بيقوم بيها داخل الملعب، لكن في قناعه تامه من الجهاز الفني بامكانيات اللاعب ومن لجنه التخطيط بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يكون موفق خلال الفتره المقبله مع الفريق عقب انتهاء التوقف الدولي، وهو بالمناسبه متواجد في منتخب الكونغو، يعني دي حاجه جيده جدا بالنسبه له. خلينا نروح للوطن الرياضي ايضا وحسابهم على فيسبوك، كمان بيتكلموا على ان الاهلي يحذر اللاعبين من التاخير عقب انتهاء فتره الراحه بسبب المريخ. ما فيش حد هيتاخر ولا حاجه، التزام سمه اساسيه من سمات لاعبي النادي الاهلي، بمجرد ما الاجازه تخلص اللاعيبه الغير دوليه او اللي مش متواجدين في قوائم المنتخبات المختلفه هينضموا للتدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل طبيعي بدايه من يوم الثلاث، الا لو حد استاذن او في تنسيق ما بينهم وما بين اعضاء الجهاز الفني او بالتحديد كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، لكن الالتزام طبعا موجود عند لاعبي النادي الاهلي، وانت هتبتدي تستعد طبعا لمباراه المريخ الهامه جدا يوم 3 ابريل باذن الله، وهي مباراه مهمه في اطار المنافسه على التاهل لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي ماشي فيها بشكل جيد تحديدا في دور المجموعات. نتمنى لهم كلهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. دي كانت بعض اخبار النادي الاهلي في ترند الاهلي وبالتحديد على السوشيال ميديا، لكن لسه بقى